السلام عليكم. نتكلم معنا في موضوعنا مع بعض عن تسويق العمولة. وتسويق العمولة محتاج منك تكون حساب فيسبوك نشط أو حساب تويتر نشط أو مدونة على جوجل بلوجر. وعندنا موقع سهل مش محتاج منك يكون موقع خارجي يشتري بالفلوس وتحطه بس على إيه؟ الفيسبوك أو جوجل بلوجر. علي بابا عاوز منك موقع خارجي لأنه إيه؟ هيكتب الإعلانات على الموقع على طول. لازم يكون عندك موقع له صلاحيات. انت هنا هتستخدم بس الفيسبوك ومدونة جوجل بلوجر، لا مجاني. اما بالنسبة لجوجل بريس فلازم يكون حساب بريميوم. حساب بريميوم ده مدفوع، اما المجانية منه ما تقدرش تحط عليه اعلانات. بالنسبة للتسويق عن طريق موقع سوق دوت كوم، بنفتح الصفحة الرئيسية في ماركتنج تولز. اول حاجة اسمها برودكت بانرز، ده اسمه شريط، شريط الاعلانات. في حاجة اسمها استاتيك، يعني جامدة. هاي استاتيك جامدة، شريط جامد متحركش وديناميك. وده كروسرز، يعني بيتحرك بالاسهم. تختار حجم الشريط، هنختار الحجم ده، هنختار الدولة مصر، نختار اللغة، نختار الموقع الفرعي، كتالوج، كتالوج الرئيسي انا اختار كمبيوتر نتوركس، اختار الموقع الفرعي، كتالوج الفرعي انا اختار ميديا جاتاوايز، وممكن اختار سوفت ويرز، واعمل ديسبلاي. هذا المرة اللي يظهر في الإعلان، الإعلان اللي يظهر بتحطه في الفيسبوك. جافا سكريبت ده تحطه في الجافا سكريبت بتاع جوجل بلوجر، والآد كود ده تحطه في المنشورات في الفيسبوك. نيجي تاني نوعية تانية من الإعلانات على موقع سوق، اللي هو رابط المنتج. بتختار دولة السوق لإيجيبت، واللغة العربية، كتالوج بيبيهات أطفال، كتالوج فرعي ملابس أطفال، تعمل وترتيب. بحب ترتيب من أرخص للأعلى. اوريك المنتج ده بدأ من 16 جنيه للمنتج، حاجه اسمها كيلز، لباس داخلي الابيض، عايز تبقى منتج الانسان 19 جنيه. ممكن تختار تعمل كوبي وتحطه على طول على فيسبوك منشور، كمنشور في مجموعه مشهوره على صفحاتك الرئيسيه. يجي حاجه اداه ثالث، لا سيرش تول بار، دي ادوات مصر. اظن ثانية هنختار السعودية، اللغة العربية، الأبعاد الإعلان 660 × 50، نعمل إيه ديسبلاي. يظهر لك الاختيارات جافا سكريبت طبعا لجوجل بلوجر، والآد كود تحطه في في الفيسبوك. ده الأداة التالتة، ودي أداة ممتازة جدا، نشرة البحث. هنجي حاجة اسمها لينك بيلدر، بناء الرابط. هتحط الرابط انت عارفه بقى، تدورك على موقع سوق، شفت الموقع ده المنتج ده عجبك، تضغط كليك يمين كوبي لينك لوكيشن، تضغط تمسح رابط المنتج مباشرة. انتم حطوا باسط هنا، ده رابط المنتج عملت له باسط، وتقوم عامل جنريت نافلت لينك، بعد كده تعمل له كوبي وبسط الفيسبوك. مش اسهل من كده، كوبي وبسط، يا دوبك حساب، والحساب ده مرتبط بحساب بنكي على البنك، اي بنك محلي في مصر.
حكم كده، ربنا يوفقكم. وهو اصلا مش هيديك، وفي الافلات ده مش هيديك عموله الا على الناس اللي بيشتروا. يعني مثلا لو كنت مثلا صفحه في الفيسبوك، تعمل اللينك بتاع المنتجات اللي تحطها على الفيسبوك، وهي مرتبطه المنتجات، ناس اعلان عن منتجات مرتبطه بصفحه الفيسبوك. يعني مثلا صفحه الفيسبوك مثلا تتكلم مثلا على الكاميرات، تعمل اعلان بتاع السوق على الكاميرات، وكده تضمن الناس اللي تفتح الصفحه هيشتري من موقع الفيسبوك، تضمن عموله. بس مش ما يبقاش فاتحه على بلاش، مشتركين على بلاش، يعني ما فيش منهم عموله. وشكرا.